يوثق متحف قطر الوطني البيئات الطبيعية المتنوعة في قطر، إذ يعيش عدد لا يحصى من الكائنات الحية النباتية والحيوانية التي تكيفت تماماً مع هذه البيئة. مفصليات الأرجل، وهي حيوانات مكسوة بصدفة خارجية صلبة لها زوائد مفصلية وأرجل منفصلة، لكنها تفتقر إلى عمود فقري، ومثالها الدبور الشرقي وجندب بوسانتي. أم الروبيان الشوكية، تنشط كائنات أم الروبيان الشوكية ليلاً وتحتمي نهاراً في الشقوق بأسفل الشعاب المرجانية، بحيث تظهر منها مجسات فقط. الأرنب الصحراوي، تنتشر الأرانب الصحراوية في قطر، خاصة قرب الساحل والمسطحات والكثبان الرملية. البلشون الذهبي، يزور طائر البلشون الذهبي قطر في فصل الشتاء ويتكاثر فيها، ومن الممكن رؤيته في مناطق البحيرات في الخور وبنخلة، وأيضا في البحيرات التي تقع غرب الريان. ثعلب الرمال، يبني ثعلب الرمال وكره في التشققات الطبيعية في الكهوف، ويبحث عن الطعام عند مغيب الشمس وخلال الليل. كما في البيئة القطرية تعيش كائنات أخرى مثل الجربوع الصغير وغيره.